من يتنافس على البطاقة الآسيوية وعلى مراكز الوسط، والكل يفكر. ودوري الجنون من خلال هذه المواجهة. ألف سلامة، ألف سلامة، ألف سلامة. يبدو أنه موسى. ألف سلامة لموسى. إصابة قوية، أتمنى إن شاء الله له الشفاء العاجل. شاهد حتى صراحة إشادة فهد وشاهدوا اللاعبون، ولكن إن شاء الله أن يقوم بالسلام. لا والله، عماد، عماد صاحبي الظهير الأيسر. ألف سلامة يا عماد. شاهدوا اللقطة في ملاعبنا السعودية، ونتمنى للجميع السلامة والعافية بإذن الله تعالى. والظاهرة انتشرت بشكل